بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا ونبينا رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فحياكم الله من جديد من هنا من رحاب مكة المكرمة، ونحن الآن على طريق المسجد الحرام، وموقعنا لهذا اليوم وتغطيتنا عن هذا المسجد أمامكم، وهذا المسجد هو مسجد الجن أو مسجد البيعة. هاتان التسميتان هما المعروفتان عند أهل مكة ومعروفة في كتب أهل السير. وهذا المسجد وفي موضع هذا المسجد التقى النبي صلى الله عليه وسلم بالجن وتلا عليهم بعضا من آيات الله عز وجل، وأثر أنهم اجتمعوا وركب بعضهم فوق بعض لكي يستمعوا إلى كلام الله عز وجل. وذكر أيضا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وخط له خطا وقال ألا يتقدمه حتى يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يؤذيه الجن، ففعل. وكما ذكرنا أن الجن استمعوا وأنصتوا إلى كلام الله عز وجل في هذا الموضع من في النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الموضع نزلت سورة الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، بعض من الآيات نزلت في هذا المكان، ولا أدري هل نزلت السورة في هذا المكان كلها أو بعضها. طبعا هذا المسجد يقع بالقرب من المسجد الحرام كما ترون على الشاشة أمامكم، هذه مآذن المسجد الحرام تلوح في الأفق لا يبعد عنها إلا بنحو كيلومتر واحد تقريبا. وهذا الحي اسمه حي الغزة أو حي غزة، وهذا الحي ملاصق ل مقبرة المعلات، هذه مقبرة المعلات خلف هذا الكوبري على يسار الشاشة. فإذا هذا الموقع، موقع المسجد، مسجد الجن، يقع بين المسجد الحرام وبين مقبرة المعلات أو مقبرة الحجون. عن مقبرة الحجون يبعد حوالي 300 متر، أما عن المسجد الحرام بنحو 900 إلى 1000 متر، أي 1 كيلومتر تقريبا. وسمي بمسجد البيعة لأن الجن بايعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم في نفس هذا الموضع، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المسجد، لأن المسجد كما ذكر في كتب أهل السير أنه بني في عام 1112 تقريبا، ثم اندرست معالمه، ثم اكتشف بعد ذلك، فيعني نظف مكانه، كان هنا موضع حديقة، نظف مكانه ثم بني هذا المسجد. ولا أدري أي تجديد كان في آخر عهد هذا المسجد، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.